اهلا بكم من جديد بعد الفاصل. بينضم لي في هذه اللحظات استاذ عاطف علي ورئيس القسم الرياضي بوكاله انباء الشرق الاوسط. استاذ عاطف منورنا ومشرفنا. اهلا وسهلا بيك ومشاهدينك. الحمد لله رب العالمين. تمام والله الحمد لله. الله يبارك فيك. يعني في امور كتير جدا عايزين نتكلم فيها وهي خاصه اكيد بالنادي الاهلي بالتحديد، وكمان هنتكلم عن المنتخب المصري، ولو اسعفنا الوقت كمان هنتكلم عن بعض المباريات في الدوريات الاوروبيه. اوكي، لكن حابب حضرتك تقول حاجه في البدايه. والله انا في البدايه يعني اسمحوا لي من خلال قناه الاهلي ان نتقدم بخالص العزاء لزوي زميلنا وصديقنا العزيز الاستاذ خالد توحيد رحمه الله، وكذلك لشهدائنا من ضحايا حادث القطار امس. ربنا يتغمدهم برحمته ويلبس المصابين ان شاء الله ثوب الصحه والعافيه في اقرب وقت ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. طبعا يعني اكيد كل الدعوات بالرحمه والمغفره لكل الشهداء، وكمان للدكتور خالد توحيد وكل الفقيد افتقدناه خلال الفتره الماضيه ورحل عن دنيانا. ان شاء الله ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويرب يسكنهم في سيح جناتهم. وطبعا ضحايا حادثه محطه مصر بالامس حاجه كانت مؤسفه جدا. صحيح. في الحقيقه. صحيح. طيب نتكلم، او خلينا نبتدي بالنادي الاهلي و فترة مهمة جدا مقبلة بالنسبة للفريق. بعد فترة فاتت قدر ان هو يحقق فيها الاهداف اللي هو كان بيسعى ليها، سواء بالعودة للمنافسة في بطولة الدوري او تصدر مجموعته في بطولة دوري ابطال افريقيا. تقييمك للمرحلة اللي فاتت بداية؟ والله المرحلة اللي فاتت شهدت تطور كبير جدا طبعا في مستوى النادي الاهلي ولاعبيه، على مستوى الجهاز الفني واللاعبين وحتى على مستوى الجهاز الاداري. الكل بذل مجهوده والكل تحمل المسؤولية و حطوا اقدامهم على الطريق الصحيح. كويس. يعني في خلال فتره وجيزه جدا مع المدرب الجديد الاوروغواياني مارتن لاسارتي، يعني نقول ممكن يكون حقق جزء كبير جدا من المطلوب منه، ويمكن يكون بدا من مراكز من تحت الوسط الى المراكز المقدمه، وحط نفسه في المنافسه مباشره مع نادي الزمالك على الدوري. يعني الفريق الثالث المنافس اعتقد كده بقى خرج المنافسه، لانه زايد على الاهلي بثلاث مباريات. اللي هو بيراميدز زايد بثلاث مباريات، والثلاث مباريات دول يعني لو كسبهم الاهلي او كسبهم الزمالك يبقى خلاص فرقوا عنه كتير. فاذا المنافسه كالعاده ما بين القطبين الاهلي والزمالك، وان شاء الله الاهلي يحقق مبتغاه ويحتضن بطولته المحببه اليه. اضافه الى يعني تسع مباريات فوز ان شاء الله باللي جاي بتروجيتها، كان ثمانيه فاتوا التسعه انا بقدم بتقدم الخير ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. فالتسعه على التوالي يعني 27 نقطه، نقله كبيره جدا. يعني فريق في مستوى النادي الاهلي هو اللي ممكن يقدر يعمل كده، وان شاء الله يكمل المشوار ويحقق البطوله باذن الله. يا رب ان شاء الله. اهم ما يميز النادي الاهلي خلال الفتره اللي فاتت من وجهه نظر حضرتك ومن خلال متابعتك للفريق؟ هي كانت الاهلي كان بيمر فتره عدد كبير من المصابين. كويس. فده حط الجهاز الطبي للنادي الاهلي على امام المسؤوليه، واعتقد انه نجح، لان من بعد ما كانت القائمه بتضم 11 او 12 لاعب يعني فريق بالكامل، دلوقتي الباقي كله في تدريبات تاهيليه، يمكن اربعه او خمسه زي حسام عاشور ووليد سليمان ومحمد نجيب وعمرو جمال، دول كلهم بيمارسوا خلاص برامجهم اللي بتأهلهم ان هم ينضموا للتدريبات الجماعيه ان شاء الله في اقرب وقت. على المستوى الفني يعني اعتقد اكبر دليل على التطور والنجاح في مع الجهاز الفني الجديد عدد المباريات اللي بتحصد اول باول في كل مباراه ان شاء الله، ومع رغم ان الايام القليله اللي بتفصل ما بين كل مباراه ومباراه فده برضو يحسب لهم بشكل كبير. الفترة اللي جاية إن شاء الله بننتظر عودة بقى المصابين واكتمال القوة الضاربة للنادي الأهلي سواء في الهجوم أو في خطوط الدفاع والوسط، فإن شاء الله يبقى هو الأهلي اللي احنا بنعرفه. اللي احنا بنعرفه يعني، ودايما منافس على كل البطولات. على المستوى الأفريقي حدث ولا حرج بإذن الله. يعني ان شاء الله اكيد نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه، والمباراه القادمه للنادي الاهلي ما هتكون مع بتروجيت، مباراه هتكون غايه في الاهميه. وبالمناسبه يا جماعه بتروجيت يعني المباراه انتهت منذ لحظات ما بينه وما بين الجونه بفوز الجونه بنتيجه 2-1. احرز الاهداف للجونه لؤي وائل واحمد ياسر ريان. يقال انا ما شفتش الهدف ان هو احرز هدف جامد جدا، طبعا احمد ياسر ريان المعار من صفوف النادي الاهلي، وكمان احرز هدف بتروجيت جريس جادي هذا اللاعب الافريقي في صفوف فريق بتروجيت. يعني هزيمه
لبتروجيت قبل مباراه الاهلي ان شاء الله يوم 4 القادم او هو يوم الاثنين القادم يعني بالتحديد. وده هيخلي ردود يعني صعب. بالظبط، شايف الهزيمه دي ممكن تاثر على فريق بتروجيت ازاي قبل مباراه الاهلي؟ والله هو كان بتروجيت لو كسب كان هيدي دفعه قويه جدا انه يعمل مباراه كويسه قدام النادي الاهلي، على اساس ان هو اخر مباراتين كان كسبان الداخليه او اعتقد الانتاج الحربي، فنقلوا من المركز مثلا متاخر الى المركز ال 12 وده يبقى شيء كويس. الهزيمه النهارده دلوقتي اللي حصلت حالا هتحطه قدام موقف صعب جدا قدام النادي الاهلي، وبالتالي هيحاول يعوض عشان يبعد عن شبح الهبوط او ينافس على المراكز المتاخره بالزبط. ويهرب من شبح الهبوط، فالمباراه مش تبقى هينه على النادي الاهلي، وان شاء الله يقدر يحقق المطلوب منها ويحصل 3 نقاط. طيب شهر مارس اللي هيبتدي بكره الاهلي عنده 4 مباريات مهمين جدا. هنبتدي بتروجيت، وبعد كده عندك فيتا كلوب، وبعد كده عندك شبيبه الثوره، بعد كده الزمالك. الزمالك في اخر في يوم 30 من الشهر ده. شايف الشهر ده بالكامل ازاي بالنسبه لفريق النادي الاهلي، وايه المطلوب من الجهاز الفني واللاعبين خلال مرحله اكيد هتكون حاسمه بالنسبه للفريق في مسيرته سواء المحليه او الافريقيه؟ هو هنسميه شهر التحدي. شهر التحدي لان كويس. فعلا شهر التحدي لان مباراتين في افريقيا ومباراتين في الدوري المحلي والاثنين بينافس عليهم الاهلي، وبيختتم بالمنافس كنا زمان عليه المنافس اللدود طبعا. الاهلي والزمالك مع احترامنا اكيد لكل الزمالك والجمهور يعني. طبعا مع احترامنا طبعا الزمالك نادي كبير وله شعبيته طبعا. فبالنسبه على المستوى الافريقي احنا عندنا الاهلي بتصدر مجموعته الرابعه، المجموعه دي كلها الفرق الاربعه كلهم عندهم امل للتاهل فعلا، يعني الفرق نقطه نقطه، 7 للاهلي، 6 سيمبا، 5 شبيبه، 4 فيتا كلوب، وكل واحد له مباراتين. فكل مباراتين الباقيين لكل فريق عنده امل عن طريقها ان هو يتاهل، وبالتالي الاهلي قدام موقف برضه ما هوش هين بالنسبه ان هو يحافظ على صدارته للمجموعه ويحقق المطلوب منه. الاهلي قدام فيتا كلوب في مباراه الذهاب كسب 2-0، وبالتالي فيتا كلوب هيحاول يعوض. في قدام شباب الثوره الاهلي تعادل 1-1، وبالتالي هتبقى احنا هنتكلم بالتفاصيل على مسيره النادي الاهلي الافريقيه، بس انا عايز اتكلم مع حضرتك عن اهميه هذا الشهر من خلال المواجهات اللي احنا بنتكلم فيها، يعني مطلوب ايه من لعيبه النادي الاهلي؟ لا المطلوب طبعا المطلوب انه يعني زي ما يتحطوا على الطريق السليم وبالتالي يوصلوا ويحققوا الفوز. دايما كان الاهلي شعاره هو الفوز ولا شيء غير الفوز. فمباراتين افريقيا ومباراتين الدوري المحلي مهمين جدا لمسيره النادي الاهلي سواء على مستوى البطوله المحليه او على مستوى البطوله الافريقيه. الماتش اللي جاي لبتروجيت قلنا عليه انه ماتش مهم جدا، واخر الشهر هيبقى ماتش الزمالك، وده من المباريات الفيصل اكيد لتحديد بطوله الدوري. فرق بينهم فيصل. 4 نقاط الفيصل. بدايه الفيصل لانه 4 نقاط، لو اي حد منهم بدا يتعثر بتعادل هيفرق كتير جدا. يعني يفرق نقطتين تانيين. الزمالك في نفس الوقت عنده مباراتين في بطوله الدوري جامدين. أيوة جدا بالظبط، ما انا بقول لحضرتك يعني هو 4 نقاط ما بين الاهلي من سموحه، 4 نقاط ما بين الاهلي والزمالك، لو اتعثر في نقطه في تعادل يبقى ضاع منه نقطتين، فبالتالي مباراته هو مع مباراه الاهلي والزمالك مباراه القمه دي هي اللي هتحدد المساله. ده على مستوى المحل. طيب ماشي اوكي، بالنسبه للدوري هذا الموسم قبل ما اتكلم على الدوري عايز اكلم تحديدا عن مستر مارتن لاستي مدير فني للنادي الاهلي. تقييم حضرتك ايه لتجربته حتى الان مع النادي الاهلي؟ واعتقد يعني الراجل ما كملش شهرين مع الفريق، لكن رغم كده ان في بعض المؤشرات اعتقد ايجابيه بالنسبه لجمهور النادي الاهلي، عايز اعرف وجهه نظر حضرتك بالتحديد بالنسبه لمسيره مستر لاسارتي مع النادي الاهلي حتى الان. هو مستر لاسارتي مسيرته التدريبيه عموما اللي مع النادي الاهلي يبقى استكمال وتتويج للي بيعمله، لان مستر لاسارتي معروف عنه انه كوتش ما بيحبش اي وجود اي خلافات من اللعيبه اللي معاه كويس، والحمد لله الاهلي ما فيش فيه خلافات. فبالتالي ده بيعضد موقف اللعيبه وموقف هو مع اللعيبه، ما فيش ما بيخرجش من اوضه غرفه الملابس او ملعب او حصه تدريب وما فيش وفي اي خلاف بين اللاعب والتاني، ودي مهمه جدا للاعبين مع اي كوتش. اللي حصل معاه النهارده وهو قاعد مع نجمنا اللي ما تاخدش المنتخب رمضان صبحي، ايوه، عشان يعني يواسيه او وانا من وجهه نظري احسن. يعني الفترة دي أحسن، أنت محتاجه.
محتاجه بدل ما يروح الوقت معسكر واحنا بنتكلم على شهر مارس شهر تحدي يعني. تمام. لا بس خلينا نقول ان الاولويه طبعا للمنتخبات الوطنيه المصريه وده الهدف الاساسي والاهم يعني اهم من الاهلي ومن الزمالك ومن كل الكلام ده ان المنتخب هو يفضل في التوب ويكسب واللاعبين كلهم تحت امر منتخب مصر يعني. اكيد ما تحطنيش في الخانه دي. لكن اوكي لا بس لازم برضه اوضح يعني او يعني اقول لك انا واخد بالي انا بتكلم على رمضان صبحي اكيد لعيب مهم جدا والميزه طبعاً. عند مستر لاسارتي يا جماعه ان هو بيعرف يتعامل نفسيا بشكل جيد جدا مع اللاعبين واعتقد ده اللي حضرتك تقصده. هو ده اللي اقصده. واهم حاجه يعني التهيئه النفسيه للاعبين في اي فريق دي مهمه جدا لاي فريق. مفيش لاعب يبقى هو في نفسيته شيء ويقدر يدي حاجه في الملعب خالص. يعني عرفناها من زمان حتى من ايام ما كنا بنشجع واحنا صغار يعني. اللاعب ما دام مهيئ نفسيا في قلب يدي كل اللي عنده في الملعب ولاسارتي يلعب ده كويس جدا يعني هو ده اللي اللي خلاه في خلال 50 يوم ياخد اكتر من نص نقاط الاهلي لحد دلوقتي. بالظبط نص التحديد يعني الاهلي عنده كام نقطه دلوقتي؟ 48 هو كان مستلمه حوالي 24 يعني نص نقاط. فده شيء جميل جدا. وبعدين الاهلي الحمد لله يعني طول عمره ما فيش اي خلافات وهو اسره واحده وحتى لو لا قدر الله حصل في اي خلافات ما في حد بيعرف عنها شيء. عوده المصابين لصفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة إن شاء الله بإذن الله مدى أهميتها وفي نفس الوقت هل هي ممكن تدي حيرة بشكل أو بآخر بالنسبة للجهاز الفني؟ لا هي من ناحية أهميتها لعودتهم دي مهمة جدا طبعا ده لا شيء ينكر لأن هم ما شاء الله يعني لعيبة لهم وزنهم كلهم. بالنسبة للجهاز الفني أعتقد الجهاز الفني عنده خططه وأوراقه اللي يقدر يلعب بيها في وجود أكثر من لاعب في المركز الواحد. فدي برضو مش تعمل له أي أزمة. أنت عندك في احتياط وفي لعيبة بتنزل الملعب ولازم يكون اللي موجودين في الاحتياط بنفس قوة الموجودين في الملعب. مع عودة المصابين إن شاء الله تكتمل القوة الضاربة للنادي الأهلي إن شاء الله في الفترة اللي جاية. طيب بالنسبة لبطولة الدوري بشكل عام حضرتك شايف البطولة السنة دي إزاي سواء من الناحية الفنية بالتحديد هل هي بطولة مثيرة شايف البطولة ضعيفة فنيا من وجهة نظرك من خلال متابعتك وأبرز الفرق في هذه البطولة من وجهة نظرك بخلاف الأهلي والزمالك وبيراميدز؟ اللي شفناه السنة دي في الدوري المصري يمكن جديد عليه مع دخول الاستثمار. دخول الاستثمار السنه دي في النادي الاهلي وبالتحديد مع فريق النادي بيراميدز. دخول الاستثمار فين بالظبط؟ في الانديه. في الانديه اوكي. في الانديه. في بيراميدز يعني. ايوه طبعا. انا اقصد بيراميدز بالتحديد يعني. اوجد حاله من كانت جديده على الملاعب المصريه. لان حاجه مستقره في انديه كبيره وانديه متوسطه وانديه يعني صاعده وبتحاول تكمل مع الدوري الممتاز. لكن وجود نادي ظهر بقوه واحتل مع المراكز الاربعه الاولى ودلوقتي في المركز الثالث لاول مره موجود معاه في يطلع للدوري الممتاز فده ظاهره جديده علينا. القوه الماليه للكوره مهمه جدا. القوه الماليه للكوره مهمه جدا انك تجيب لاعبين على مستوى عالي وجهاز فني على مستوى عالي ده اكيد بينقل اي فريق من الى يعني طبعا. وده اللي حصل مع بيراميدز. ولكن انت قصد حضرتك ان ده عمل اثاره لبطوله الدوري يعني طبعا. لكن هل هيستمر ده؟ يعني هل هيستمر ده على طول وهيفتح مجال لمستثمرين جدد يدخلوا بانديه او يغيروا شكل الانديه بضخ الاموال واستثمار لاعبين جدد واجهزه فنيه عالميه زي ما طيب يعني ده جانب استثماري وتسويقي حضرتك بتتكلم عنه لكن عايز اتكلم بالتحديد على الجانب الفني بالنسبه لبطوله الدوري هل البطوله شايفها ازاي هذا الموسم قويه شايف ان في منافسه محتدمه بالتحديد في المقدمه وكمان في البقاء في بطوله الدوري اكيد طبعا اكيد يعني اللي على موجودين على الساحه دلوقتي في الدوري المصري معظمهم كانوا نجوم في الملعب وعارفين يعني عارفين الانديه كلها كويس لاعب في النادي الاهلي بيدرب في نادي وبالتالي يعرف يعمل نتيجه قدام النادي الاهلي لاعب في نادي الزمالك بيدرب في نادي ثاني ويلعب يعرف يعمل نتيجه فده مدي شكل فني كويس جدا للدوري وبنتمنى انه يستمر لان مش عايزين على طول تفضل المقدمه زي ما هي ما بين ثلاث انديه معروفين وبعدين اللي بيطلع السنه دي ينزل السنه الجايه عايزين المساله تتغير وتبقى فيه قوه نتمنى ده ونتمنى تحديد شكل الدوري من الموسم من كل موسم عشان ما تحصلش حكايه المؤجلات دي تاني.
يعني هو ممكن يكون الظروف الفتره اللي فاتت بسبب يعني توالي المباريات بتحديد في البطوله الافريقيه، ده اللي ممكن يكون عطل الدنيا شويه بالنسبه للدوري المصري، وتلاحم المواسم بشكل كبير جدا بالتحديد في بطوله دوري ابطال افريقيا اللي وصل فيها النادي الاهلي للنهائي، وبعدين مباشره ابتدى في البطوله الجديده. لكن دايما لما بتكون المنافسه فيها اكثر من فرقتين ثلاثه بيبقى طعم ومذاق البطوله أكيد مختلف، اكيد، وده ممكن اللي مدي اثاره شويه لبطوله الدوري هذا أكيد الموسم، واللي اكيد بنتمنى النادي الاهلي يوفق فيها بشكل كبير ان شاء الله. نروح بقى لمسيره الاهلي الافريقيه. ايوه، حتى الان النادي الاهلي متصدر ترتيب جدول المجموعه بتاعته، المجموعه الرابعه، برصيد 7 نقاط، وزي ما حضرتك قلت ان كل الفرق عندها فرصه للوصول لدور الثمانيه. شايف المنافسه ازاي خصوصا بعد هزيمه الاهلي الاخيره امام سيمبا التنزاني؟ الفرص ممكن تكون عامله ازاي؟ الفرص ان شاء الله باذن الله، يعني هي زي ما قلت الفرق الاربعه فرصها متكافئه بالنسبه للتاهل، ولكن فرص الاهلي اقوى لان يمكن مباراته الاخيره اللي في مع المجموعه تبقى مع شبيبه الثوره هنا في مصر، ودي هيبقى لها دور كبير جدا طبعا. فريق محترم قوي طبعا، كمفاجاه طبعا، او كمفاجاه في الفعل يعني. يعني هم حتى نفسهم في الجزائر ما كانوش مصدقين ان هم عملوا النتيجه دي مع النادي الاهلي. هو الاخوه في الجزائر دايما بيبقى عندهم الروح المعنويه او الروح القتاليه في الملعب بتبقى كبيره جدا، وده بيقودهم للانتصارات وبيقدروا يحققوا نتائج ايجابيه الحقيقه. صحيح صحيح. مباراه الاهلي اللي جايه مع الفريق الكونغولي فيتا كلوب اعتقد هتبقى مهمه جدا، لان الثلاث نقاط بتوع هيفرقوا معاه جدا في صداره الدوري، في صداره المجموعه والمحافظه على القمه دي، وخاصه ان يعني الفيتا كلوب هيحاول يعوض، لكن ان شاء الله الاهلي قادر، واعتقد الجهاز الاداري راح وعين الملاعب وشاف ووضب الترتيبات، لان الرحلات دايما بتبقى هي بتوقف على 50% من نجاح الفريق في المباراه الخارجيه. كويس. السكن وطريقه ملعب التدريب والاجواء العامه، لان دي بتبقى مرهقه جدا للعيبه. هو لسه ما حدش راح الكونغو عشان يشوف الامور دي، لان لسه ميعاد المباراه ما قربش، وعندنا مباراه مهمه يوم 4 ان شاء الله امام بتروجيت. لكن العائق حتى الان هو فكره الملعب اللي هيستضيف هذه المباراه بعد ايقاف ملعب الشهداء الخاص بفريق فيتا كلوب الكونغولي، فلسه النادي الاهلي مش عارف هيلعبوا على انهي ملعب، هل هو هذا الملعب اللي هو نجيل صناعي بالتحديد، ولا هيلعبوا على ملعب اخر؟ الموضوع ده ممكن يربك شويه النادي الاهلي. لا انا اعتقد في اتصالات ما بين الاداره وما بين طبعا في اتصالات مع السفاره اكيد لغايه لما يحددوا. ما هو ده اللي انا اقصده. الملعب اللي بالظبط لكن انا معلومات جديده لسه عن الملعب البديل لسه ما تحددش لسه ما تحددش، وان شاء الله يبقى ما يبقاش في اي مشاكل. شايف ان النادي الاهلي ان شاء الله قادر على الفوز ببطوله دوري ابطال افريقيا هذا الموسم، خصوصا بعد الاخفاق في اخر بطولتين بعد ما وصلت للنهائي؟ يعني انا اتمنى ولا شايف؟ انا اتمنى وشايف في نفس الوقت الاثنين، لان كونك انك توصل في ظروف صعبه جدا اللي وصلت فيه للنهائي البطوله الافريقيه، صح، وخسرت في ظل ظروف برضو كانت ظروف استثنائيه. اعتقد ده ان شاء الله ان الاهلي يقدر يعوض السنه دي البطوله ديت، واشتقنا بقى لكاس العالم، اشتقنا لكاس العالم الانديه. طيب قائمة النادي الأهلي أكيد بتضم العديد من اللاعبين المميزين جدا، حتى بخلاف المصابين كمان لما يعودوا هيبقى فيه قائمة. تحديد عايز أتكلم عن فتوح لاعب الزمالك المعار لسموحة أحمد أبو الفتوح، هو لاعب في الحقيقة باك ليفت جيد جدا، لكن هو ما لعبش غير مباراة واحدة. هل طيب، هل ده وهرجع أقول برضو شيء منطقي إن أنا أختار لعيب وهرجع أقول لنجمنا الكبير، وأعتقد ده يمكن بطلب منه زي ما أشيع إنه ما انضمش كابتن محمد صلاح. فده أقيل ان هو يمكن يعني بطلب منه ان هو مش عايز او يعني مش المنتخب مش في حاجه اليه في الفتره دي. هو مش عايز ينضم للمنتخب، هو عشان عنده مباريات اكيد او فتره حاسمه مع ليفربول، هو بطلب خلال الفتره اللي جايه وكده كده المباراتين يعني مباراتين يعتبروا تحصيل حاصل بالنسبه لمنتخب مصر، وده يؤكد المباراه الرسميه او الوديه انت بتجرب فيها بالظبط، وده يؤكد حضرتك زي ما بتقول ان المعسكر تجريبي، وبالتالي يعني مش مهم مين اللي جه ومين اللي ما جاش بالذات المعسكر ده. يعني لو كانت اكيد مباراه النيجر حاسمه كان هيبقى صلاح واحمد حجازي طبعًا موجودين طبعًا كلهم ده شيء طبيعي وبديهي جدا، يعني لا صلاح يقدر يتاخر عن منتخب مصر ولا احمد حجازي يقدر يتاخر، ولا اي حد يعني يقدر ما يلبيش طلب منتخب مصر الانضمام اليه يعني، وده شرف ما بعده شرف لاي لاعب في الكره المصريه بشكل عام اكيد، او في اي دوله يعني اخرى يعني. توقعاتك خلال بطوله الامم الافريقيه، بطوله خلاص اشهر قليله جدا وهتنطلق، هل شايف ان المنتخب قادر على تحقيق هذا اللقب، خصوصا ان الضغوط دلوقتي زادت بعد ما خلاص البطوله بقت على الاراضي والملاعب المصريه؟ برضو بأكرر
رسالة شكر وتقدير وإجلال للمسؤولين في مصر باحتضان البطولة دي اللي كانت على وشك الإلغاء لعدم وجود منظم ليها رسمي في الفترة اللي جاية. أعتقد يعني المفروض كلنا ننسى الألوان وننسى الأندية ننسى ونرفع شعار مصر. نرفع شعار مصر جماهير، نرفع شعار مصر لاعبين، نرفع شعار مصر أجهزة فنية، كله كله يعمل لمصلحة مصر. حلو. يمكن يعني لقاءاتنا مع وزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي كلنا بتتركز على هذا الأساس. ما قدمناش غير شعار مصر. كويس. لا خلافات ولا تراشقات ولا اللي بيحصل في السوشيال واللي بيحصل ده يشتم ده وده يعمل ده، كل ده مرفوض تماما في الفترة اللي جاية عشان بطولة أمم أفريقية ومنتخب مصر. الكل يعمل لمصلحة منتخب مصر. الفترة اللي جاية أعتقد إن الكل سيضع يجعل يده يدا واحدة زي ما حضرتك قلت، مصر ومنتخب مصر، اللعيبة كلها تحت أمر منتخب مصر، وهم قادرون إن شاء الله إن هم يحققوا البطولة دي. قادرون إن شاء الله. إن شاء الله قادرون. أنت عندك لعيبة ما هيش يعني طبعا لعيبة كبيرة جدا وعلى مستوى المسؤولية كلهم. قبل كده عملناها مرة واثنين وثلاثة، لازم نكرر وعزم مجده خاصة إنها هنا على أرض مصر. وإن شاء الله فرصة برضو لعودة الجماهير، وده يبقى شيء جميل جدا. المدن المصرية كلها فتحة ذراعيها لاستقبال المجموعات، وإن كانت خلاص اتقسمت المجموعات وعرفت المدن اللي تعرفت اللي هتلعب فيها. كان كله جاهز وكله مستعد وكله بيبذل أقصى جهده، وده لمسناه فعلا من خلال الاتصالات بالمسؤولين والاتصالات بالمسؤولين عن الاستادات وعن الملاعب اللي موجودين في المحافظات المختلفة. فإن شاء الله بإذن الله منتخب مصر قادر على إنه يحقق اللقب ده. ما هوش بعيد عنه إن شاء الله، وفرصة كبيرة جدا. فرصة كبيرة طبعا، المفروض ما فرطش فيها. بالظبط. يعني أكيد نتمنى كل التوفيق لمنتخب مصر في هذه البطولة، والاستعداد إن شاء الله يكون جيد جدا. أعتقد هيبقى في أسبوعين بس الاستعداد لهذا أو لهذه البطولة، بخلاف الفترة اللي جاية وطبعا بالتحديد معسكر شهر مارس. لكن إن شاء الله بإذن الله عندنا العناصر القادرة على تحقيق هذا اللقب الهام جدا جدا لمصر في هذا التوقيت الحالي بالتحديد. وده هيخلينا نتكلم مع حضرتك عن حالة الاحتقان اللي للأسف موجودة شوية ما بين جماهير الكرة المصرية بشكل عام، ورسالة عايزها من حضرتك للجمهور كله، لأن احنا كلنا يعني مفروض إخوات. مفيش ممكن انت تشجع فريقك بشكل قوي جدا بشكل متحمس جدا بدون التطرق للفريق الآخر، بدون السباب والشتائم للأسف ممكن نكون بنسمعها. قبل حدث مهم زي ده حابب تقول ايه لجمهور الكره المصريه كله؟ يعني والله هو جمهور الكره المصريه اعتقد ان هو واعي كويس جدا، واعي اهميه المرحله اللي جايه بالنسبه لمنتخب مصر، وبالتالي وشفناها قبل كده. يعني انا عاصرتها وشفناها لما يكون فريق زي الاهلي بيلعب في بطوله افريقيه ماش بطوله محليه، الجماهير كلها بتقف قلبا واحدا مع النادي الاهلي، وبالتالي حصل مع الزمالك برضه نفس الحكايه. ده منتخب مصر بقى، لا اهلي وزمالك واسماعيلي واتحاد وكل الانديه المصريه موجوده فيه. حاله الاحتقان دي سببها معروف، ويعني تداخل وتاثير السوشيال ميديا بشكل كبير جدا على ووجود بعض العناصر اللي يعني اعتقد مش عايزين نقول اللي بتهوى ذلك او تخطط لذلك، لكن ان شاء الله وقت الجد هيظهر المصري على اصول صح. يعني معدن اصيل. كيف يتم الاستفاده من بطوله الامم الافريقيه سواء قبل انطلاقها او حتى بعد انطلاقها؟ قبل انطلاقها في جزئيه الجمهور بالتحديد واهميه عوده الجمهور للمدرجات في الفتره الحاليه قبل هذه البطوله، يعني اكيد شيء هيكون مهم جدا. كمان بعد انطلاقها كيفيه الاستفاده من البنيه التحتيه اللي ان شاء الله من المفترض ان هي تكون على مستوى عالي جدا قبل انطلاق بطوله الامم الافريقيه، وان شاء الله باذن الله تستمر بالمستوى العالي ده حتى بعد انتهاء البطوله. قبل الانطلاق انت حضرتك قلت بنستفيد بعوده الجماهير، بنستفيد. هل بتطالب بعوده الجماهير بشكل اكبر في المدرجات الفتره دي قبل انطلاق البطوله؟ بالتدريج، يعني بالتدريج عشان نوصل للبطوله يبقى خلاص كده احنا اكتملنا. تمام. لان انت ما تنساش احنا البطوله مقامه في فصل الصيف، والصيف عوده المصريين الموجودين في الخارج والسياح الموجودين في مصر، فده كله بيسبب زخم جماهيري موجود في قلب البلد، فبالتالي لازم تعود الجماهير تدريجيا لحد بدايه الامم الافريقيه. البنيه التحتيه بالنسبه للبنيه التحتيه لما بعد البطوله الافريقيه،
يعني في تجهيز 13 استاد بعد البطوله يكونوا جاهزين برضو تحت امر اي بطوله ممكن او حدث رياضي هام دولي ممكن مصر تنظمه، فده شيء جميل جدا. المهم في الحاجات دي تداخل كل الهيئات الحكوميه الموجوده في البلد لانجاز واخراج البطوله بالشكل الاهم. المشكله ما هياش في اتحاد كوره ولا في وزاره شباب، المشكله يعني وزاره مواصلات تهيئ طرق، ووزاره مش عايز اقول وزاره تموين تهيئ مواد غذائيه جاهزه، واعتقد ده موجود جاهز. كل الهيئات الحكوميه لازم تتضافر جهودها في سبيل اخراج. انت عندك فرق كم كبير جدا عدد من الفرق وكم من الجماهير، الفرقه دي عايزه تروح استاد تتدرب وترجع تاني للسكن، وعايزه تروح للملعب وعايزه ترجع، كل دي يبقى جاهز ومؤمن، واعتقد كل الاجهزه عندنا قادره على اخراج هذا الشكل ان شاء الله. البطوله تخرج بالشكل اللي يليق باسم كبير زي اسم مصر، وان شاء الله كل الامور تسير بالشكل الجيد جدا سواء من ناحيه التنظيم او من ناحيه حضور الجماهيري، والاهم كمان ان شاء الله فوز المنتخب المصري بهذه البطوله. استاذ عاطف عليوه رئيس القسم الرياضي بوكاله انباء الشرق الاوسط، بشكر حضرتك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا. الشكر لكم يا فندم، الف شكر، الف شكر. طبعا دي كانت حلقتنا النهارده، حلقه الخميس من كلام في الميديا، اتكلمنا في العديد من الامور والاخبار الهامه جدا سواء اللي بتخص النادي الاهلي او حتى كمان بتخص المنتخب المصري، وبعض الاخبار المحليه وبعض كمان اخبار محترفينا في الخارج. استنوني حلقه جديده يوم الخميس القادم من نفس البرنامج كلام في الميديا، الى اللقاء.